حياكم الله وبياكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج سنة بالخير. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام. الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا. فرصة من يعني المقترحات اللي نضعها بين أيديكم والأعمال الصالحة اللي نستطيع من خلال رمضان أن نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى ونحصل على الأجور العظيمة، مسألة مساعدة الأسر المتعففة. ترى في بعض الناس، ولعلهم يكونون من أقاربنا أو أرحامنا أو جيراننا، يكونون من المتعففين، لكن كما قال الله سبحانه وتعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. البعض يعني ما يقدر يطلب أو ما يقدر مثلا يبين حاجته من باب عزة النفس، فإحنا لابد أن احنا نبادر ونساهم في مساعدة الأسر المتعففة. إذا كنا نعرف فهذا خير، وإن لم نكن نعرف نساهم من خلال الجمعيات الخيرية. أخوانا في الهلال الأحمر القطري عندهم الكثير من الأسر المتعففة، نستطيع من خلال يعني تبرعاتنا يعني أن نقدم لهم كل ما يحتاجونه، خصوصا في رمضان احنا نعرف حاجتهم مثلا للكوبونات أو السلال الغذائية إلى غيرها من الأمور اللي يحتاجونها في شهر رمضان وغيرها من الشهور. ورمضان شهر خير وبركة، ولابد أن نجتهد فيه من الطاعات، وكما قال الله تعالى: هو خيرا وأعظم أجرا.